رايحين تلمسان، البارح كنا في الغرب في الشرق الجزائري، اليوم انا رايحين لاقصى الغرب الجزائري لمدينه تلمسان باش نحكيو على الشده التلمسانيه اللي معروفه عند العروسه في تلمسان. وشده التلمسانيه ما كاش عروسه ما تلبسهاش. وحبيت برك نبدا كما نقولوا الشده التلمسانيه اللي لباسها هذيك كما راكم تشوفوها الناس في الصوره، تحمل ثلاث حضارات: الحضاره الاندلسيه، الحضاره الامازيغيه، والحضاره العثمانيه. فيها ثلاث كما نقولوا احنا مزيج تاع ثقافات، ومشهوره بها مدينه تلمسان. وكاين روايات يقولوا انه اصل التسميه جاي من المجوهرات، مشده لمعان المجوهرات اللي تلبسهم العروسه واللي تضيفهم للشده هذيه سموها بالشده. وكاين يقول تماسك الجوهر واللؤلؤ فيما بيناتهم وربط طريقه ربط تاعهم جات منهم اسم الشده. بصح الروايه اللي مداوله عند ناس تلمسان وعند السيدات كي تسقسيهم يقولوا لك باللي الشده التلمسانيه جايه من الاختبار تاع العروسه. حبي يقول العروسه كي تلبس هذاك اللباس، ونعرفوا باللي لباس يوزن اكثر من 15 كيلو ومكلف. لا لا سعاد مكلف بزاف يعني، وغالي. دوك نقول لكم الثمن. ثمن غالي يعني. ثمن غالي اه. يعني هو اختبار القدرة التحمل، شدة التحمل تاع العروسة لهذاك الثوم مضربة بها حتى البيت تاع الزوج تاعها. 15 كيلو يا سيدة 15 كيلو. اللباس اللباس هذا في بالكم زعما رخيص كامل شحال اللي يسوى؟ 20 مليون؟ بلا الجوهر نقدروا نقولوا معليش هذوك المجوهرات والاحجار الكاريه ما يزيدوا للقيمه، ملي نحكي على اللباس برك فقط. 30 مليون؟ ارخص كما نقولوا سعر 10 ملايين للناس العاديين. من بعد يقدر يلحق حتى 80 مليون عادي على حسب الخدمه. على حسب الخدمه، لانه كاين حاجه ما ننساوش انه اللباس فيه كما نقولوا مركب بعده اشياء: شاشيه، الجبين، ليزاكسيسوار. ليزاكسيسوار بزاف. شي وحده 15 مليون. ليزاكسيسوار بزاف. وكاين وشنو القفطان هذا اللي انا نشوفه عند التلمسانيين، القفطان اللي تلبس من الفوق يجي قصير. على هذا الشيء يديروا له رداء ولا سترة اللي يلبسوها، هي جايه تقدر تقول بلوزه بالحرير، فوقها يزيدوا لها نسيج. ونسيج هدايا الثمن تاعو بزاف غالي لانه يتعمل بطريقه تقليديه، وما كاش بزاف حاليا، ما كاش بزاف صناع تاع نسيج في تلمسان. تصيب واحد ولا اثنين يسيو يورثوا هذه الصنعه لاولادهم. بصح للاسف الناس ماشي مقبله على هاد، ماشي بزاف الناس اللي ولات عندها دراهم باش تقدر كيما انا نشوف. انا كنت زرت المنسج هذا في تلمسان، ماشي الناس بزاف عندهم دراهم باش يقدروا يشروا نسيج حريري مصنوع يدويا. دونك يعتمدوا على النسيج الصناعي يعني. هذه هي والصناعه هذه للاسف راهي بدات تضعف في تلمسان، لانه كما قلنا نظرا للامكانيات تاع التكاليف. شكون يدفعهم تاع هاد العروسه ولا العروسه؟ احنا ما نساوش بلي في تلمسان طفله من نهار تلحق سن معين يبدا يوجدوا لها تروس تاعها تكبر. يعني صح والديها يكبروا بها، وديجا معروفين في الجزائر انه اكبر عرس وافخم عرس هو العرس التلمساني. يعني هو حتى اللباس هذا، هذا زمان هذا اللباس كان زمان الاميرات. حب يقول ما كانش تاع منوالا، والتلمسانيين حكموا في هاد العاده. وما نساوش برك نذكروا باللي انه لباس تم تصنيفه من طرف اليونسكو في 2012 بباريس كلباس تراثي لا مادي في الحضاره الانسانيه. يعني هذه وبإضافة للباس هذا اللي انا نشوفه، كاين مجوهرات بزاف يديروهم: احجار كريمه، لؤلؤ، جوهر بكثره، الجبين يديروا ثاني المناقش.